ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا لليوم نديم زعزع الشريك الإداري لنيوكليس فنتشرز. يا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا إلك. حابين نعرف منك أكثر اليوم عن المبادرة الرائعة اللي عاملينها للتخفيف من البطالة في لبنان، فإذا بتخبرنا هيك أكثر بليز عنا. شكرا على إتاحة الفرصة. الـ Workforce Lebanon هو مشروع على خلق 1000 وظيفة بلبنان بقطاع التكنولوجيا. اللبناني اليوم عم بيعاني من البطالة، 1 out of 3 people، يعني واحد من كل 3 اليوم بلبنان على الأرجح عاطل عن العمل. وطبعا بوضع الاقتصادي اللي لبنان فيه وانهيار العملة، الظروف الاقتصادية الصعبة عم بيواجهها اللبناني، بقي علينا هالواجب انه نقدر نساعد. نحن طبعا اللبنانية عندهم المهارة والتحصيل العلمي الكافي ليكونوا عليهم طلب اقليميا وعالميا، فعم نساعدهم نحن من خلال انه اتاحة هالبرامج اللي هي بالذكاء الاصطناعي، بالماشين ليرنينج، داتا ساينس، بالسايبر سيكوريتي، وبفول ستاك ديفلوبمنت. وعم نقدر كمان نعطيهم اشياء ثانيه مثل اي تي سبورت سيرفيسز وكول سنتر سيرفيسز، كرمال يقدروا يشتغلوا اما ريموتلي، يعني العمل عن بعد، او مباشره مع شركات بلبنان وبرات لبنان بقطاع التكنولوجيا. حلو، انتم مختارين القطاعات المستقبل، يعني سواء كان الذكاء الاصطناعي وغيره. طبعا لبنان عنده بوتنشل بهذا القطاع اولا، ثانيا هو هذا القطاع اكثر شيء عنده قدره على خلق الوظائف، يعني في طلب، واكثر شيء عنده تاثير على المجتمع يلي للموظفين. احنا كمان بهنا مش بس الشباب اللي حيشتغلوا بهالقطاع، لانه هن بس يشتغلوا ويصيروا يحصلوا مصاري، بيصيروا هن كمان يصرفوا على المجتمع المحيط فيهم، فهن بيعملوا كمان امباكت للمجتمع. 100%. طب ممكن تخبرنا أكثر كيف الواحد ممكن يقدم على البرنامج ويحصل على هذه الوظائف؟ أول شيء، أحلى شيء بالموضوع أنه للتلاميذ حالياً إذا كانوا هن بينطبق عليهم الكريتيريا، البرامج ببلاش، ما بيدفعوا شيء. حلو. بيروحوا على الويب سايت تبعنا www.newcaseventures.com، في لينك رابط هناك بيقدروا يروحوا عليه، ولا بروسس بفسر حالها، سهل كتير تيقدموا على البرامج. وطبعا نحن حنتصل فيهم ونطلبهم لمقابلة. هالمقابلة نسألهم أسئلة عن تحصيلهم العلمي، عن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، عن كمان هن الانسنتف، يعني هن شو حابين يحققوا من خلال هالدراسة هالبرامج هاي. وساعتها منقرر نحن وين بدنا نحطهم، بأي برنامج مناسب أكتر شيء لهم، ننصحهم طبعا. حلو. طيب في مؤهلات معينة لازم تكون عند الأفراد؟ عموما، بس تمفوت بكتير تفاصيل، الوضع الاقتصادي والحاجة للمساعدة هي أساس، لأنه نحن عم نقدم هيدول المنح إذا بدك على هالبرامج يلي هن بمشاركة مع بوست يونيفرسيتي يلي هي الكودينج سكول تبع ستيف فوزنياك مؤسس أبل، ونحن وياهم بهالشراكة عم نقدم دعم للتلاميذ كرمال ياخذوا هالبرامج ببلاش. فلذلك أول شيء وأهم شيء هو إنه يكون عندهم حاجة بحيث وضعهم الاجتماعي، مثلا مؤخرا خسروا عملهم أو ما عم بيقدروا يلاقوا عمل بالمنطقة اللي هن فيها. هيدا أول كريتيريا. طبعا كل ما هن عندهم تحصيل علمي relevant، يعني بيأثر، ممكن يأثر على وين بأي برنامج مقدر. حلو. طيب عندي استفسار، خليني أقول إنه في كتير ناس بتعمل هذا الشيء ولكن بياخدوا نسبة عليه، ليش أنتوا عم تعملوا لنسبة كبيرة من العالم مجانا مثلا مثل ما ذكرت؟ نحن طبعا في عنا أول شيء هيدا البرنامج، نحن مع واز يونيفرسيتي في كوميرشل آرم هي بتبيع هيدا السيرفيس. نحن عم نعتبر هيدا المشروع مثل السي اس آر، يعني كوربوريت سوشيال ريسبونسبيليتي، لألنا مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا أولا. فلذلك الجزء هيدا من هالمشروع، هل الانيشيتيف بالتحديد اللي هو ورك فورس لبنان، الهدف منه هو الامباكت مش الربح اولا. ثانيا، نحن هدفنا كمان خلق الوظائف بلبنان، ومن مصلحتنا كمان دعم الشركات الناشئه
يلي بتحتاج لهيدي الطاقة لهيدول الأشخاص واللي عندها نقص بهيدا التالنت. يعني دائما الشركات اللي تخرجت من مسرع الأعمال تبعنا دائما بحاجة لهيك نوع أشخاص عندهم هيدا النوع الإكسبرتيز. فبالعكس بهمنا إنه نأمن أو نساعدهم إنه نربطهم مع بعض. وهون بهمني كمان إلك إنه البرامج اللي إحنا عم نقدمها ما بس كودينج سكولز، يعني مش عم بيتعلموا بس هني البرمجة وديتا ساينس، لا هني كمان نحن عم نربطهم بالإمبلويرز بالموظفين بالشركات اللي بدها توظفهم، ومنساعدهم على السوفت سكيلز على اللي هي المهارات الناعمة. صحيح نعم. فإن نحن طبعا الممولين يلي داعميننا لحد الآن مثل مثلا الغرير فاونديشن ادوكيشن فاند فور ريفوجيز ديجيتال اوبورتونيتي تراست، هن اشخاص طبعا عندهم نفس المصلحه مثلنا يلي هي خلق الوظائف ومساعده الشباب اللبناني. تمام. طيب خلينا بس هيك نرجع شوي وتخبرنا اكثر، تعطينا نبذه بليز عن نيوكليس فنتشرز للناس اللي ما بيعرفوها. طبعا شكرا. نيوكليس فنتشرز هي بالاساس مسرع اعمال اطلقناه بال2015 من بيروت. كان بوقتها اسمه UK Lebanon Tech Hub يلي هو بالشراكة مع الحكومة البريطانية والمصرف المركزي بلبنان. من 2015 لل 2018 سرعنا أعمال حوالي 95 شركة لبنانية ناشئة، منهم اليوم شركات ناجحة موجودة على السوق مثل بروكسيمي مثل سنسيو إير مثل كم كلمة واللي هن هلا موجودين بالسوق العربي وبيس طبعا بدبي وبيشتغلوا بالسعودية. هذا الشيء احنا بنفتخر فيه. ومن 2019 دخل مستثمرين جدد على الشركة، اشترينا هاي الشركة، نحن صارت برايفت بس صارت عنا مسرع عملنا البرنامج تبعنا اللي هو The Nucleus موجود، وفوق منه كمان طبعا احنا بنشتغل مع جامعات مثل اللبنيز امريكان يونيفرسيتي الجامعه اللبنانيه الامريكيه، وبنشتغل مع البنك الدولي بالاردن، وعنا طبعا مثل برامج نعملها بالشراكه مع في سي فاندز مثل بفلسطين وبلندن. طبعا اشتغلنا مع الديبارتمنت فور ديجيتال كلتشر ميديا اند سبورتس اللي هي عندها مسرع اعمال اسمه جو جلوبال. حلو كتير، وفعلا كل التوفيق لكم يا رب. نحن دائما بنحب نسلط الضوء على الشركات الناشئة بمنطقتنا العربية تحديدا، مثل ما ذكرت يعني لبنان مرت بظروف صعبة جدا، ولكن جميل انه نشوف من قلب لبنان ناس عم بتساعد تحديدا فئة الشباب العاطلين عن العمل واللي حابين انه يستثمروا طاقاتهم. كل التوفيق لكم يا رب. كان معنا اليوم، يعني فعلا كنا كتير مبسوطين، نديم زعزع الشريك الإداري لنيوكليس فنتشرز. ففيكن تابعون على الانستغرام، نحن حاطينه لكم، فيكن تفوتوا على موقعهم وتسجلوا بالمنح اللي موجودة. كل الشكر لإلك. أنا رح شوفكم بنفس الموعد والساعة 11 مثل ما عوديكم اليوم، رح يكون معنا برنامج دبي ووركس. نهاركم سعيد.